شهد الميزان التجاري خلال الشهرين الأولانيين من عام 2017 عاجز يتجاوز قيمة 2.5 مليار دينار، والرقم هذا يتجاوز الحد المعقول مقارنة بسنة 2016 اللي وصلت فيه قيمة العاجز في الميزان التجاري 1.35 مليار دينار، وهذا حسب مورد في نشرية صادرة اليوم 4 أفريل 2017 من البنك المركزي التونسي. وتعود أسباب تفاقم العاجز هذايا لتطور نسق الواردات اللي وصلت 23.7% مقابل تراجع نسق الصادرات اللي وصلت 4.7%، الشيء اللي أدى لتسجيل عاجز في الميزان الطاقي قدر ب 786.6 مليون دينار مقابل 186.6 مليون دينار في سنة 2016، وهذا إلى جانب عجز الميزان الغذائي زاد ليوصل 295.2 مليون دينار بالإضافة لتراجع المداخيل السياحية بنسبة 2.1%. ويتواصل تسجيل العجز في ميزان الخدمات ليوصل خلال الأشهر الأولى من سنة 2017 بقيمة 76 مليون دينار مقابل 27 مليون دينار خلال السنة الماضية. أكد اليوم 4 أفريل 2017 زياد العذيري وزير التجارة والصناعة على ضرورة تركيز التوجه الاقتصادي التونسي نحو السوق الإفريقية بالذات، خاصة أمام النفاذ إلى السوق الأوروبية اليوم، وهذا بالإضافة لضرورة بناء علاقة مع السوق الإفريقية تتسم بالثقة المتبادلة والشراكات المتوازنة. والتصريح هذا جاء في إطار زيارة وفد حكومي للدول الإفريقية. اليوم 4 أفريل 2017 مختار عاشور رئيس الغرفة النقبية الوطنية لتعليب الزيوت الغذائية بخصوص المبادرة التشريعية المتعلقة بمنع إعادة استعمال القوارير البلورية، واللي اعتبرها مبادرة تستند لحجج غير صحيحة، وهذا باعتبار أن القوارير البلورية المخصصة للمواد الغذائية يمكن إعادة استغلالها وقابلة للرسك بنسبة 100% وغير ملوثة للبيئة عكس القوارير البلاستيكية. أشار رئيس الغرفة النقبية لتعليب الزيوت الغذائية أن القطاع هذايا ينشط أكثر من 30 سنة في تونس ولم يسجل أي مشكل من المشاكل الصحية لدى المواطن. وأكد زيد رئيس الغرفة حسب قوله أن المبادرة هذه ماهيش باش تحقق أي إفادة، لأنه في حالة منع استعمال القوارير البلورية فإنه نسبة الزيادة في سعر المنتوج باش توصل لحدود 70%.